كيف الوضع بالمدرسة؟ على الفاضي. هي من في قلبك رحمة للناس. هذا يزن مريض سرطان يبلغ من العمر 13 عاماً، نزح من غزة إلى مدرسة في جنوب القطاع، يروي ظروفه وعائلته الذين اضطرتهم للنزوح. هددوا المربع تبعنا، بعد ما طلعنا روحنا على الشفا، وإحنا في الشفا اللي القصفوا فوقينا، بعدين صحينا الصبح قصفوا مرتين، لحنا شردنا وين؟ عرفح، قعدنا في المدارس. يزن يروي ذكرياته من رحلة النزوح مشياً نحو رفح، يستنكر على نفسه أن يخاف من الجيش الإسرائيلي الذي تواجد في الطريق. اللي مقوية مسلحتهم والأمريكية. حابب ترجع بيتك؟ والله لو دارنا مهدمة نازلة بسكوت نحط خيمة ونقعد عليها. يقضي أيامه في المدرسة كباقي الأطفال، فرحاً بحلاقة شعره بعيداً عن أدوية مرضه بالسرطان. أنا مريض سرطان كانسر، بحب الغنى. يزن فقد بالقصف خالاته وأخواله وعدداً آخر من عائلته، يسلي نفسه بالغناء ليوم يعود فيه لبيته لينعم بالدواء والأمان. سوف نبقى